أهلا بكم أعزائي المشاهدين وحلقة جديدة من كل جديد. النهاردة معانا فقرتين. الفقرة الأولى النهاردة معانا الراقي والمعالج أحمد فراج. أولا أنا بشكره جدا جدا لأنه متواصل معانا باستمرار وفي الرد على الأسئلة اللي بتجينا على الصفحة. النهاردة أكتر سؤال لقيناه موجود من السادة المتابعين وهو علاج سحر وقف الحال. ده أكتر سؤال لقيناه موجود النهاردة في الرسائل الصفحة بتاعتنا، علشان كده هو تفضل مشكور بالرد على الإجابة. أنا بشكره جدا جدا، بتوجه ليه بالشكر والتحية لأنه دايما موجود معانا وبيجاوب على كل الأسئلة. إحنا دلوقتي هنشوف الفيديو بتاعه وأنا مش هتكلم في أي حاجة وهتفرج معاكم وهنشوف هو هيقول لنا إيه عن علاج سحر وقف الحال. معاكم الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتكلمنا قبل كده في أمور خاصة بالسحر وطرق العلاج. النهاردة هنتكلم في نوع سحر مأرق الكثير من الناس وهو سحر وقف الحال. طبعا لازم نتفق إن الله لا يصلح عمل المفسدين، صدق الله العظيم. يعني أي مفسد في الأرض بيحاول يسحر الناس ويؤذيهم موضوعه منتهي بإذن الله رب العالمين. طيب عشان نخش في الموضوع على طول لازم نعرف إيه أعراض سحر وقف الحال. سحر وقف الحال بيجي إنسان حاقد بيروح لساحر، الساحر بيوجه شياطينه والعوارض على المريض او على الشخص او سواء ذكر او انثى. اول ما يحولوا عليه بيودهوله بصفة العشق يعشقه. طب النهاردة المريض لما يجيله عارض عشوة بيعمل له ايه؟ بيبعده عن الصلاة، عن الاذكار، يبتعد دائما عن الله سبحانه وتعالى. لو متجوز او متجوزة يحصل مشاكل في البيت، لو داخل في امور جواز او خطوبة سواء رجل او ست تتفشكل كده وتبوظ بدون داعي واسباب تافهة جدا، يحاول دايما كل ما يروح شغله يلاقي نفسه مكتوم او يخش الشغل فيطرد منه سواء راجل او ست، احلام مزعجة، تحرشات أثناء النوم في الأحلام، حد يضربك، حد يقرب لك، حد يخوفك، حد يهجم عليك، تشوف حيوانات كتير، تحب العزلة، تحب تقعد لوحدك، تبعد عن أي حاجة فيها خير ليك. هي دي أعراض سحر وقف الحال. سحر وقف الحال من الأسحار الخطيرة جدا، والأخطر منه لو كان السحر مشروب في البطن، وده كان طبعا لازم ينزل أثناء الرقية عشان ما يقلبش بعد كده بأمراض في الكلى والكبد وبعض هذه الأمور. يعني هذا السحر هدفه أذيتك، العزلة والوحدة ووقف الزواج والطلاق وبعض هذه الأمور اللي بتوقف مسيرة حياتك، وهو ابتلاء من الله سبحانه وتعالى. وما هم بضرين به من أحد إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. فلازم نعرف ان هذا ابتلاء من الله سبحانه وتعالى وبنتعامل معاه بالشكل المطلوب، هو التقرب من الله سبحانه وتعالى. كده احنا عرفنا الاعراض، والمهم جدا اهم الاعراض اللي عندنا اللي هو الابتعاد عن الله سبحانه وتعالى وبياخدك دايما في سكة الذهاب بلا رجعة، وده من اخطر انواع الاسحار. سواء بقى اتعمل واتدفن، سواء اتشرب، سواء ايا كان وضعه، سحر وقف الحال هو سحر المس العشق، يبعت لك عارض يعشقك سواء راجل او ست، يبعدك عن الدنيا كلها ويتلبس في جسمك ويبهدل لك الامور كلها والعياذ بالله. طيب طرق العلاج ايه؟ طبعا انت النهارده الساحر ده والعياذ بالله
ربط العارض في جسمك بعقد تتفك بالرقية الشرعية، القرآن والسنة فقط. يعني مفيش حد يقول لك جيب لي قطر وصور لي كف ايدك وصور لي دراعك وكتفك ووريني الجبين بتاعك والكلام الغريب اللي احنا بنسمعه منتشر بين الناس للأسف، ويقول لك ولع حتتين بخور وروح جيب لي بخور ريحته مش عارف ايه وندبح ايه، والكلام ده كله كلام فارغ ودجل وشعوذة وبعيد دائما عن القرآن والسنة. طيب، الرقية الشرعية هي الحل الوحيد. طبعا بيجي الراقي، ولازم قبل كل الكلام ده هو التوكل على الله سبحانه وتعالى. تعرف ان علاجك بيد ربنا. تبدأ لما تستشعر انك مصاب وعندك الاعراض، اول حاجة تمسك المصحف. طبعا العرض هيمنعك لان هو مسحور زيه زيك، لو ما نفذت طلبات الساحر هو هيتأذي فهيمنع. لازم تقاوم، تقرأ سورة البقرة يوميا بإذن الله سبحانه وتعالى، وأذكار الصباح وأذكار المساء. أنت كده بتخفف حدة العقد اللي محطوطة لك. اتنين، هتستحمى بالماء والملح وورق السدر، 7 ورقات سدر وتطحنهم كده وتحطهم في المية والملح وتستحمى بيهم عشان تكمل حمومك تاني. دي كلها بتحلحل العقد اللي على الجسم، علشان النهاردة يبدأ الراقي لما يشتغل يلاقي الأمور سهلة شوية. تمام، نيجي بعد كده خطوات الرقية. طبعا بنطيب بالمسك، ودي سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. بعد ما بنحط المسك يبدأ الراقي بقراءة القرآن، الفتحة والإخلاص والمعوذات وآية الكرسي، وبعض الآيات التي تقرأ على السحر لفكه. وطبعا عشان نحلحل السحر ونفك العقد، وبنقول قول الله تعالى: ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، لغاية لما يطلع العرض. العرض بيبقى قدامه 3 خيارات مع الراقي: إما إعلان إسلامه والخروج الآمن وكده تفكك العقد، وإما سحبه من الجسم، وطبعا بتسحب تماما من الجسم والعقد بتتفك بفضل الله سبحانه وتعالى، وإما حرقه، وده تم إبطال السحر بالكامل وتم حرقه داخل الجسم. وطبعا إحنا بنلجأ دايما إن العرض يعلن إسلامه ويخرج في أمان الله، وتبقى هدفنا الدعوة للإسلام بإذن الله. طيب، هل المريض دوره انتهى بعد ما خرج العارض؟ لا، عليه التحصين، لان هالة الجسم بتبقى مفتوحة. هو ده المهم. يعني مثلا احيانا بنعمل رقية للناس، وممكن احنا الحمد لله رب العالمين انا بعمل الرقية اونلاين، يعني مش محتاج ان انا اروح اقابل حد ويروح ويجي الكلام ده. الموضوع بسيط جدا باذن الله، ومش ببسطه عشان الناس ما تستخفش بيه، ومش بهوله عشان الناس ما تخافش. لكن ما ينفعش مثلا بعد الرقية ان انت تستهتر، يعني في تحصين 40 يوم لان هالة الجسم مفتوحة، بتترمم بعد 40 يوم. لما تيجي انت النهاردة تستهتر في التحصين انت ضعت. خرجنا من سحر دخلنا في مس. طب نبدأ ازاي التحصين؟ اذكار الصباح والمساء، الالتزام بالصلاة، قراءة القرآن، سورة البقرة، بعد المغرب نقرأ ايه؟ نقرأ الصفات وقاف وياسين والمعوذات وآية الكرسي. ده كله انت بتحافظ على جسمك، وتبدأ تستحمى بالمية والملح وورق السدر باستمرار عشان ترمم هالة الجسم، تمنع اختراقها مرة أخرى، تمنع اختراقها مرة أخرى. في واحد يستشعر انه بقى كويس، فأنا مش محتاج اتحصن. لا، هو ربنا أصلا احنا ملتزمين بالعبادة وملتزمين بأذكار الصباح والمساء. التزمنا، بدأت الأمور تتحل بعد ما تفك السحر الحمد لله. يتبقى عندنا لو السحر ده بقى مشروب، هما نوعين عشان ينزل السحر: إما كوباية سنة مكي بتغلى وتشرب مرة واحدة في الشهر، ما تشربش كتير عشان ما تعملش مشاكل في القلب، هي مرة واحدة السنة مكي، يعمل عملية إسهال فإخراج السحر، أو بعض الأعشاب مثل ورق السدر وورق الريحان وورق العرعر بتحطه على بعض ويتنقعوا ويتشرب ويبدأ عملية القيء لغاية لما ينزل السحر. ساعتها الجسم السحر اللي كان شربه اتطرد. اما لو سحر مدفون او مرمي في بحر او متعلق على شجره والحاجات الغريبه اللي المشعوذين بيعملوها دي، بمجرد خروج العارض من الجسم او حرقه انتهى مفعولها. احنا مشكلتنا بس في الماده الكفريه اللي اتحطت في بطنه. بعد كده هو بيوقف الرزق؟ لا، هو الارزاق بيد الله. هو دي بقى من ضمن الاسباب اللي احنا هنعالجها. بعد صلاه الفجر دائما الى الشروق بيكتب الارزاق. هنقرا بقى سوره ياسين وندعو الله ونقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير 100 مرة،
من قالها كان له هذا اليوم حرزا من الشيطان، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد صلاة العشاء بنقرأ سورة الواقعة عن ابن مسعود رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ سورة الواقعة قبل نومه لم تصيبه فاقة، والفاقة معروف ان هي الفقر. وبالتالي احنا بنحصن نفسنا ضد الشياطين والعوارض. تالت حاجة بندعو الله سبحانه وتعالى في رزقنا، والله الشافي بإذن الله. المواضيع بسيطة، حالات كتير حضراتكم بتشوفوها وبتتابعوها عندي على الصفحة الرسمية على الفيسبوك، أمورهم طيبة الحمد لله، إلا بعض الحالات اللي بيحصل لها عملية انتكاسة، وهي عدم الالتزام بالتحصينات. طبعا لازم قبل النوم دايما نطيب بالمسك، ودي سنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم. ودايما العوارض اللي مسخرة في الأسى تكره ريحة المسك. يبقى أول حاجة التوكل على الله، استشعار الخطر، بداية علاجه الإنسان بيبدأ بنفسه، بعد كده بيخش الراقي، بعد كده التحصين والالتزام الديني، والبعد عن المنكرات والموبقات. ربنا يحفظكم جميعا، وربنا يوفقكم ويبعد عنكم الأذى والشر، وإن شاء الله رب العالمين نشوفكم على خير في حلقات قادمة في بعض الأمور اللي هنتكلم فيها براحتنا وفي أوقات أطول بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.